وإذا كان على عبد الله كفاية عليه لحد كده، هيعوز إيه يعني تاني من الدنيا؟ الموت أريح له من إنه يعيش عاجز ولا مشلول، وساعتها عبد الحكيم مش هيقدر يقول لي إن أخويا ولازم نقف جنبه. أيوه عاجبهم يعيشوا معانا؟ أهلا وسهلا. مش عاجبهم ياكلوا طين على دماغهم. ايه يا عزت؟ انت نمت ولا ايه؟ ما عزتش تعبيني. معلش حبيبي، تعبينك معانا؟ لا لا انا تحت امرك. بقول لك ايه يا عزت؟ اتفضلي. بما انك يعني قعدت مع زينب ودورت كل حاجه في دماغك وعرفت كل صغيره وكبيره، لما نيجي نبيع الفيلا تاخدي لنا المديونيه؟ للاسف يا استي كريمه لا، ده انتوا عندكم مديونيه تعدي ال 100 مليون جنيه. بس انا يعني طلبت من زينب انها تعمل محضر وبلاغ ضد الشريك ده، تتهموا فيه بالنصب والاحتيال. انا مش عايزك تشيلي هم الدنيا قوي كده، والله العظيم الفلوس دي ماليها قيمه. يعني معاكي 100 مليون دلوقتي، ولا معاكي حتى مليون ولا نص مليون، ولو معاكي قوت يومك اقسم بالله كله في الاخر واحد. لا يا عزت يا ابني، مش كل واحد، مش حبا في الفلوس ولا طمعا فيها. الواحد ما بياكلش اكتر من لقمته وما بيلبس اكتر من هدمته، بس في الاول وفي الاخر الفلوس سند وضهر. ماشي يا ست كريمه، الفلوس حلوه مفيش كلام، بس ما تزعليش مني. يعني انا ما كنتش متخيل انك تقولي كده، كنت متخيل انك تقولي يعني الصحه والستر. الصحه والستر من عند ربنا الحمد لله، والصحه تاج على رؤوس اصحابها. لكن تتخيل لو احنا ما عندناش فلوس في الظروف اللي احنا فيها دي كان حصل ايه لعمك عبد الله؟ صح. طب انا هحكي لك حاجه. زمان أول ما جينا القاهرة أنا تعبت قوي، كنت بموت. عمك عبد الله خدني وجري على مستشفى، وقفنا في طابور كبير قوي يجي 3 أو 4 ساعات عشان نخش ويكشفوا عليا، وأنا بتمرمخ في الأرض وحاطة جزمة في بقي. لا دخلنا ولا حد كشف عليا. عارف ليه؟ عشان معناش فلوس. لو كان معانا فلوس كنت دخلت وكانوا كشفوا عليا. معلش كل ده اختبار من ربنا. ونعم بالله. اسمع بقى. ايوه انا عايز اخرج عمك عبد الله واروحه على البيت. والله كنت لسه بكلمهم في ده الصبح، بس قالوا لي لازم تمضوا على اقرار عشان لما يطلع يبقى على مسؤوليتكم. وماله امضي؟ لا ما انا خلاص عملت كده. مش انا بقول لك انت ابن حلال؟ اسمع بقى اللي هقوله ده وحطه حلقه في ودنك. اتفضل. بكره باذن الله هيبقى لك شأن كبير قوي في شغلتك، وهيبقى معاك فلوس كتير قوي، وهتبقى غني. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انت جدع وقنوع وابن حلال. ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. تعالى خش سلم على عمك بقى. طب اتفضل. اتفضل. خير يا توحى؟ الله، مش بكلمك. عايزه يا ناديه؟ عايزه ايه يا بوي؟ دي شكل شمس مروجاك على الاخر. بقولك يا ناديه لمي نفسك عشان انا مش ناقص. وانا قلت حاجه غلط؟ بس عاوز الحاج، انت تستاهل. مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ لا مش عاجبني. طول ما انت معرلها جفاك هتفضل تديك عليه لما تقول يا بس. لسانها مش هتلمه ولا هتدخله جحره، انما لو تديها فيني وجعها تعرف ان الله حاج. فيني وجعها ايه بس؟ انتي مش فاهمه حاجه. ابوها ليه خاطر كبير قوي عندي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده. وهي ما تعملش خاطر لابوها ولا ليك ليه؟ يا خايب، دي شويه وتركب وتدلدل رجليها ومش هتعرف تقول لها تلت التلاته كام. اللي زي شمسي دي عايزه اللي يسكها، وانت ما كنتش تبقى سبع الرجال وتخليها تسمع حسك تترعب قول على الدنيا السلام. على فكره انت مش فاهمه حاجه خالص خالص. لا انا فاهمه صح يا اخوي، وعارفه انا بقول ايه. وخد بالك عشان انت بيجيت جوز الست ده، انا اللي اسمي مارا مكسوره الجناح، سبت مروان والبيت الكبير اللي البلد كلها بتحلم تدخله عشان جبريه غلطت فيا. وتصدق بايه؟
شمسي دي لو طولت لسانها تاني لكون قطعه لها. امال ايه؟ هما فاكريننا ايه؟ خدامين عندهم؟ وان كان شغلك عند ابوها هيذلك سيبه. لازم أن تعرف انك انت الراجل وهي الست بتاعتك، واجب عليها تدلعك وتهننك وتسمعك كلمة زينة. لا 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 يا فتحي يا اخوي، الايه كده مقلوبه، واللي يشوفك يعني يقول انك لا مؤاخذة يعني انك انت الست مش هي. عبد الله اخباره ايه؟ طمنا. كريمة ما بتردش على التليفون ليه؟ هي فين؟ ايه ده امال يا عبد السلام؟ ما انا هادي اهو يا عبد الحكيم. ها هي فين قول لي؟ تعالى الاول ريح من السفر. والله انا قلت له لو في حاجة كانت الست كريمة كلمتني، او على الاقل كانت كلمته. اتفضل اتفضل. ازيك يا خال؟ تمام، نشكر ربنا ست فوزية. ازيك يا عبد السلام؟ ان شاء الله تكون بخير وعافية. الحمد لله بخير. المهم عبد الله. والله العظيم نورت البيت يا خالو، وحشني جدا جدا جدا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوة دي؟ عمال تسجر انت ايه؟ قولي لي امك فين واخواتك؟ ماما راحت المستشفى وزينب راحت البنك وشهد في الشغل. كيفك يا رتال؟ فاكراني؟ اه طبعا فاكراك. لا 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 فاكرانيش ولا حاجه، انا عمك اسحاق صديقي العيله. بقول ايه، ما نقعد في المكتب. تعال تعال تعال. ماشي يا خالي. والله العظيم خالي ده عسل عسل يا عمتي. جايين ليه دول دلوقتي؟ ما عرفاش، عشان ياكلوا عجله. ما هي المشرحه ناقصه جتلة. احنا ما جايينش نقعدوا معاك، احنا جايين نطلع على الراجل ونمشي طوالي. ها هتقوم تروح معانا ولا نروح احنا؟ يمكن حصلت حاجه واحنا ما نعرفش. حاجه ايه يا عبد السلام؟ أنا هجيب لك من الآخر، أنت مالكش غير أخوك. أسمع اللي بقول لك عليه عبد الحكيم وقول اللي أنت عايز تقوله بعدين. اللي حصل ده فرصة عشان تعوضوا بعضيكوا أنت وأخوك بعد الفترة الطويلة اللي كنتوا فيها بعاد عن بعضيكوا دي. عبد الله طيب وأنت كمان أصلك طيب، بس اللي أنا عرفته إن عبد الله محتاج لك، أوعاك تخزله. ومين قال لك ان انا هسيبه ولا هتخلى عنه؟ وبعدين انت جاي عشان توصيني على اخوي. الراجل ما قالش حاجه غلط يا عبد الحكيم. تعتهم على عمه يا اسحاق، وايه اللي ما قالش حاجه غلط؟ جاي السكه دي كلها عشان يوصيني على اخويا؟ ليه؟ فاكرني رميه ولا بعته؟ انا عرفت، هي كريمه. كريمه ما قالتليش حاجه وانا ما وصلتلهاش لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ أنا فاهم الألعاب دي كويس. الألعاب إيه يا عبد الحكيم؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ جن لما يلخبطك امشي اطلع بره. في عبد الحكيم؟ أنت كده بتطردنا إحنا التنين. مالكش صالح أنت يا إسحاق. ماليش صالح كيف؟ هو أنا مش جاي معاه. طب احترمني يا أخي. بقول لك يا إسحاق، أنا دماغي فيها اللي مكفيها. أنا هطلع بس مش عشان أنت قلت كده، لا، عشان البيت ده مش بيتك. البيت ده بيت كريمة وجوزها، يعني أنت مالكش حق تطردني منه. أنا جاي عشان أقابل الراجل الطيب اللي طب ساكت، واللي لازم لما يقوم يلاقي كل حبايبه حواليه. سلام. إيه اللي عملته ده؟ أنت جننت.